الذي ينوي الحج ويرغب الأضحية هل يلزمه الامتناع عن قص الشعر وعن قص الأظافر؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: ولا من بشرته. فقوله فلا يأخذ هذا نهي، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، ولم يأتنا دليل يدل على خلاف ذلك. ومن ثم فمريد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة بمجرد دخول العشر، وإذا كان يريد الحج في نفس العام فإنه قبل الإحرام لا يأخذن شيئا من شعره أو من ظفره، لأن الأخذ قبل الإحرام إنما هو مراعاة لعدم الاحتياج لذلك في أثناء الإحرام، وليس من النسك لذاته. وأما إذا أكمل عمرة التمتع فإنه يقصر من شعره، ولا يكون هذا مشمولا بحديث النهي، لأن هذا مشروع بأمر خاص، وإذا تعارض دليل عام كما في حديث أم سلمة ودليل خاص كما في حديث جابر فإننا نقدم الخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الصور.